والدة محمد عبد المنعم مبغوض غصريا. والد المبغوض وليد عثمان. مولى صلاح الدين عوض الله. والد محمد عبد المنعم محمد صالح المختفي. أنا والد وليد عثمان الإمام. أنا والد المبغوض الياس محمد أحمد الياس. قضية المفقودين هي من القضايا اللي ممكن أثارت الشارع السوداني في الفترة الأخيرة، ولكن هنالك خلط مفاهيمي بين المفقودين والمختفين غصريا، وللتفريق بين الاثنين لازم نرجع للاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء الغصري اللي عرفت المختفي غصريا هو كل شخص تم اعتقاله أو اختطافه أو احتجازه بواسطة الدولة أو بواسطة قوة مسلحة بعلم الدولة أو بواسطة موظفين بموافقة الدولة، وترفض السلطات إنها تحترف بوجود هذا الشخص لديها وتمنعه من الحماية القانونية. أما المفقود تعريفه وارد في القانون الدولي الإنساني اللي عرف المفقود إنه هو الشخص الذي انقطعت أخباره عن أغاربه واعتبر في اعداد المفقودين بمعلومات موثقه ومحترف بها من قبل الدوله ولاسباب نزاع مسلح. محمد عبد المنعم عمره 16 سنه. هو طبعا اتفقد في موكب يوم 30/11/2021، يعني دخل في الشهر العاشر هسي من اختفائه. هو عادة بيمشي المظاهرات، لكن يعني ما كان بيمشي بعيد، كان داخل الحلة هنا بس، داخل الحي. بتاعت يوم 17/11 مشى الموكب وجاي يحكي لأبوه إنه أنا مشيت، ومشوا معاه أخوانه ذات الصغار اللي أصغر منه، إنه أنا مشيت وموكب ورجحت بومبان يعني وكلام من ده. أبوه شاكل وقال له يا أخي تاني ما تمشي المظاهرات. يوم في شهر 11 طبعا كان المظاهرات مقسمة من بداية الشهر لحد يوم 30. بعد يوم 17 ما طلع في الليمات البعدة إلا طلع بتاعت يوم 30. بتاعت يوم 30 ناديته، مش جاب له ذات وحاجات الفطور وجا. قلت له امسك أخوك الصغير عشان أنا أملح الفطور. قال لي يا أخي أنا هسي ما جعان، بمشوا بجوا. قلت له خلاص انا كمان حاتم نظافتي مسافر، ما انت تمشي وتجي. يوم 30 محمد هو طلع الموكب، وفي ناس شافوه في الحله انه ماشي على الموكب، حتى نزل صاحبه ده تحت بتاع ادم جلابيه، قال له يا اخي انا عشان نمشي الموكب وكده. فقال له يا اخي انا الليله ما بقدر بمشي، لانه ابوي خلى لي امانات بتاعت ناس قديم. ومحمد مشى براه حتى في الصقعي، وتلاقى مع الموكب المتحرك من شارع واحد، ومشوا صوب الخرطوم تقريبا نهار 30/11/2021.
يعني طلع من البيت حوالي الساعة 12. عادة طبعا من المواكب بيجوا لغاية بعد صلاة المغرب بيجوا راجعين. لما مشيت شفت شباب الحلة مشوا الموكب ما لقيتهم. كان في حفلة بجاي. لما انا قلت له يا اخي محمد ده ما بيمشي الحفلة دي. لأنه محمد ما عنده اهتمام بالحفلات والمشي وكده الا يكون حفلة في الأسرة وكده. فلما مشيت شفت محل الحفلة قلت له محمد ما بيجي هنا. نحن بنفتش في محمد في الشوارع لحد انصاص الليالي. الشمس دي شرقت فينا نحن في الشوارع نحن بنكوس فيهم. فبدينا البحث يعني في اليوم ذاك يعني مشينا لحد الاجسام قسم القسم بتاع 30 وعشان نفتح بلاغ قال لنا ما في طريقه للبلاغ لكن الا بعد ما يمر 24 ساعه وبرحله البحث بدت من هنا. بكرته اليوم الثاني واحد من صحبانه من اولاد الحله ذاته يعني لما عرف احنا بنفتش في محمد هنا قام قال لنا يا اخي امبارح محمد ده كان معانا في الموكب وتلاقيت معاه. في اللحظه اللي انه ماشي على محمد تم مداهمتهم بعربات شرطه اتمكنوا انه قبضوا الودع يعني قال لي مسافتي مع محمد ما اكثر من 20 او 30 متر انا ماشي عليه فجات المداهمه. فده تقريبا اخر زول شاف محمد. طيب العربات اللي دهمتكم وشالتكم دي لابسين شنو؟ قال لي والله يا خالتو لابسين لبس رسمي دي الناس ابو طيره. لما مشيت انا بفتش يعني انه يا اتجاه اللابس ابو طيره لقيت ان شاء الله باذن الله يعني ثلاث ارباعهم كان اولاد حميتي ولا كان الجيش ولا كان هنا كلهم لابسين لبس بتاع ابو طيره ما عرفت ذاتي انا دي. في الفيس نشرنا الصور ففي واحده اتصلت قالت انه محمد ده كان في يوم 30 بعد الساعه 4:30 في كافتيريا زيورخ في شارع القصر انه في الشاب ده يتفاجئوا بانه الشاب فتح الباب وخش جوا الكافتيريا فكان متاثر بالبومبان في وشه كده وتم اسعافه يعني وصادف وجود واحده من الكنداكات يعني اسعفته وحتى شالت من بتاع الكافتيريا خل وعندها حاجات في شنطتها. بعد ذاك بقى كويس جدا وناس الكافتيريا ادوه كوبايه عصير قالوا انت كويس من هنا ومن هنا. البيت عشان قالت حتمشي تشوف الموكب وتجي تشوف محمد كيف. لما جات لقيت محمد انه طلع وقال لي ما خلنا راجع تاني. بدينا بنبحث فقال لنا الاولاد دي بيودوهم المقرن مشينا المقرن سالنا بالاسم قال لنا لا ما موجود. مشينا الشمالي الشرقي دي الاجسام يعني في نفس محل الموقع قال لنا لا ما عندنا اسماء زي دي. فقالوا لنا في اولاد بودوم صوبه مشينا صوبه برضو قال لنا لا ما موجود. مشينا فتحنا بلاغ في 30 قال لنا انه الولد ده غاصر تمشوا حقوق الطفل. فعلا مشوا فتحوا بلاغ مشوا ابوه وخاله. فتحوا البلاغ يعني ما عملوا ولا حاجه الا نحن في النهايه انه تذكرني انه التلفون كان بتاعه معاهم. تلفونه اساسا كان مقفول يعني شريحته محروقه لا بتدق لا بتستقبل. قمنا مشينا لنا الشركه الزين والشركه السوداني عشان يطلعوا لنا بالرقم المسلسل كان في ارقام دخلت في الشريحه دي ولا ما في يعني من النيابه ذات امر من النيابه رفضوا لنا قال لنا ما عندنا امكانيات. المهم يعني بواسطه زول من اهل ابوه طلع لنا بالرقم المسلسل انه فعلا في شرايح دخلت في التلفون.
برضو شلنا المعلومات دي اديناها لهم لناس حقوق الطفل عشان يمشي يبحث ورا الموضوع ده. يعني شهرين لغايه ما داخلين في الشهر الثالث ما عملوا ولا حاجه. يقول لك احنا ما عندنا امكانيات. كانوا بيمشوا ابوه واخوي بيمشوا. المهم اليوم ده كان زهقت قمت مشيت لهم تناقشت معاهم. يعني قلت لهم انتوا بتقولوا ما عندكم امكانيات، ما عندكم حق البنزين، بيعبوا لكم البنزين، ادوكم مصاريف في يدكم، وبعد ده كله احنا ما لقينا ولا نتيجة. بيجوا يقولوا لي الليلة وبكرة الليلة وبكرة. لما زهقت مشيت افتح فون هم ذاتهم، اشتكي لهم هم ذاتهم، مشيت الرئاسة بتاعتهم هناك في الخرطوم، قابلت المديرة الجديدة، المديرة القديمة ما عارفها. بعد ما سألت منها قال لي المديرة القديمة سفرها أفغانستان، قاعدة واحدة جديدة. لما قمت قلت لها يا أخي أنا عندي ولدي مفقود وناي، قامت قلت لي مفقود من وين؟ قلت لها من مظاهرات بتاعت يوم 30/11. قلت لي من موقف؟ قلت لها إيه. قلت لي ده ما اختصاصنا. بعد ذلك بنسمع كلام كثير إنه مثلا الأولاد ديل والدوم الأقاليم ودوهم الولايات ودوهم حتات، يعني قالوا في اولاد ودوهم اتجاه كوستي القضارف بورت سودان. ففي واحد قال لنا احنا الزول ده موجود في سوبا، محمد عبد المنعم محمد صالح موجود في سوبا. ركبنا مشينا سوبا، قال لنا بتلقوه في الانتظار، مشينا الاستقبال، قال لنا احنا ما عندنا زول بالعمر ده، يعني اقل زول عندنا 20 سنه. يعني أنا من اختفائه من شهر 11، من يوم 30/11، من شهر 12، وما زال في الشهر ده أنا قاعدة بمشي سوبا. ليه؟ لأنه أنا أكثر من 7 أنفار ولا 8 أنفار بالاسم وبالاسم الكامل بقول لنا محمد ده قاعد موجود في سوبا. بدينا نفتش المشاريع المستشفيات، لفينا كل المستشفيات في الخرطوم في درمان في بحري، الأقسام ما خلينا قسم. فمشينا الأدلة الجنائية وجهاز الأمن والمخابرات، فوصلنا لحد تقريبا مدير مكتب الفريق أحمد مفضل، برضو قال لنا ما موجود. مشيت لغاية شارع القصر، لغاية قدام للبوابة عشان أنا أمشي أقابل البرهان 3 مرات. في المرتين رفع عليه الكلاش قال لي ممنوع تتخطى الحدود دي. قلت له أنا جاي دار أقابل البرهان اللي نهاية. قال لي تأتى قابلي ليش؟ قلت له يا أخي أنا دار أقابل مقابلة شخصية، دار عندي معه مواعيد. قال لي لا. تاني قمت قلت لهم يا اخي انه انا دايره قابله عندي ولدي مفقود. قال لي لا. رفع عليه الكلاش قال لي كانت خطيت الحدود دي تاني ما تلومين لنفسك. نفس الشيء مشيت للبرهان لحميتي في بيته ولا القياده كويس. مشيت له عشان اقدر اقابله. نفس الشيء اولاده في المرتين ابو يخلوني اقابله. تاني جاتنا معلومات انه في نهاية رمضان انه محمد دا من سجن سوبا اترحل مشى لسجن بورت السودان. حتى الزول جاب لنا المعلومة دا قام قال لنا محمد عبد المنعم محمد صالح عبد الله، يعني اسمه بالكامل. لما رسلنا وودينا المعلومات دي لزول هناك في بورت السودان قاعد هناك قال لنا ما في. محامي الطوارئ اتصلنا بالاخ عثمان البصري واستاذ مشعل واستاذ رحاب، فقال لنا خلاص انتوا افيدونا بالمعلومات ونحن بنتابع. وسجلنا مع مجموعه من الصحفيين وبعض القنوات وراجعين نشوف اللي بيحصل شنو. حتى ما اثاروا موضوع الجثث قالوا احتمال يكون برضه في ناس من المختفيين. محمد الطوارئ طبعا واقفين معانا. في دخوله يمشي يفتشوا الاولاد المفقودين هنا ده، يكتشفوا انه في اولاد جايبينهم
من الجنينة ولا من مهم الحتة كم 30 نفر ولا كم 20 نفر خاتينهم في سجن درمان في سجن الهدى. يعني المحامية ذاتها دقت لي قالت لي المعلومة دي، قالت لي احنا في خلال تفتيشنا لقينا الأولاد ديل وما عارفين روحهم ذاتهم هم قاعدين وين. يعني كانوا غرقانين ومتعلقين في قشة بيقوموا متعلقين في محامين الطوارئ عشان ينقذونهم ذاتهم. يعني أنا بقول مدام إنه الأولاد بتاعين الولايات جابون هنا معناته الأولاد المختفين ديل كلهم ودهم الولايات، يعني ما في تاني. مدام إحنا بنمشي بنسأل منهم في سجن سوب يقول لنا ما في، في سجن الهدى يقول لنا ما في، في دبك يقولوا لنا ما في، ما عارفين تاني نفتش وين نحنا. ما يا إما يا ودهم الولايات يا زي ما بقولوا ماسكينهم الناس جهاز الأمن ومؤجلين لهم شقة خاتينهم فوق واحد من الاثنين. يلا بعد ذاك عرفنا إنه في جثث دفنت بالخفاء وبدون علم الأدلة الجنائية وكده، بس ننتظر يعني بس ربنا يكتب أشياء يعني ما يكون محمد مع محمد، ولو بقى معهم كمان هو قدر الله الموت يعني الزول ما بقدر بيقول حاجة ثانية. وجود حالات لاختفاء قصري لغصر في السودان هي موجودة كما في حالة المفقود محمد عبد المنعم. إجرائيا يمكن التعامل معها عن طريق الإقليمي عن المحكمة الأفريقية، محكمة الطفل الأفريقية، ويمكن التعامل معها عبر اللجنة الخاصة بالاختفاء القصري في مجلس حقوق الإنسان، وممكن أيضا التعامل معها وفق الفريق العامل. وهي اللجنة الخاصة واللجنة الأفريقية للطفل والفريق العامل هي كلها أجهزة بتعمل بإجراءات محددة. بيبقى إنه إنك أنت في كثير من الحالات بتفضل إنك ترجع للفريق العامل أو تلجأ للجنة في حالة إنه الفريق العامل سريع التدخل، واللجنة هي يعني بروسس بتاعها متأخر، لذلك الناس بتفضل إنه هي تمشي للفريق العامل، وفي ناس تفضل إنها تمشي للجنة لأنه اللجنة هي مختصة بقضايا محددة والفريق العامل مختص بالقضايا ما قبل التوقيع على الاتفاقية. الياس ده اتفقد يوم 23/11/2021 يوم الثلاثة الصباح لقينا في السرير ما في. أبو جس عني قال لي وين الياس؟ قلت له بكون ماشي يجيب العيش، وبقينا منتظرينه وما جاء. يلا الصباح وقت بتفرش في السرير لقيت ورقة كاتب فيها الحاجات اللي هو عايز يجيبها، وبقينا هو نسأل لسه ما جا لسه ما جا. بعد فترة ما جانا ضربنا له في تليفونه، التليفون ما استقبل باعتباره مقفول، وبعد ذاك رسلت أخوه الأصغر منه عشان يجيب لنا يشوف الأفران الموجودة حوالينا هنا، ولفات الأفران ولفة ولم يجد إلياس محمد أحمد إلياس. سألنا ويلا تاني يوم حتى عرفنا إنه
ناس الدعم السريع بيرفعوا الشباب من الشارع، ده ما كنا عارفينه، ولو كنا عارفينه ما كان رسلنا. الحقيقة ذهبنا إلى مركز شرطة مركز الحتانة، القسم بتاع شرطة الحتانة، وفتحنا بلاغ طبعا، وحاولنا أديناهم كل المعلومات المطلوبة منا. وبعد ذلك بدأنا نتحرك وجرى البحث في كل المستشفيات وكل الأجسام الموجودة حولنا، وحد اليوم الثاني نحن لفينا لكل السجون الموجودة، سجن سوبا، سجن الهدى، سجن الحجر، كل السجون عموما الموجودة في الخرطوم. وبدينا نبحث وجرى البحث، حتى مشينا لكل الثلاجات الموجودة في المستشفيات لغرض التأكد من وجوده، وقلنا إنما حدث له حادث، وحتى مشينا أجسام حركة المرور وبرضو لم نجد له أي أثر حتى تاريخ هذه اللحظة. معلش أنا ما بقدر أكمل، أنا تعبانة شديد. مع هذا الفقدان والله البيت بقى زي بيت البكا، 15 يوم الناس طالعة ونازلة وقاعدة معانا في البيت عشان يلقوا له أي خبر، وما لقينا خبر. ذهبنا إلى جهاز أمن الدولة والمخابرات جنب مركز بالقرب من مركز الطب الحديث، وأدينا المواصفات واللبس وكل المعلومات اللي طلبوها، العمر وكل المعلومات أديناها لهم، وثالث يوم أو رابع يوم اتصلوا بينا، وحتى رغم الموبايل اللي خرج بيه، فأنا ما اتصلوا بينا قالوا والله ما لقينا نقدر نتحصل على الموبايل لأنه الموبايل مقفول. وذهبنا حتى للمنظمات حقوق الإنسان، وذهبنا لكل الناس وكل اللجان الموجودة أن يساعدونا في البحث في الابن، ولم نجد له أي أثر حتى تاريخ هذا اليوم. جاتنا معلومات انه في هذه المنطقه بالذات يوم 23/11 ده كان في يعني اعتقالات كثيره في نفس المنطقه، ونحسب انه هذا الولد كان معتقل او حصل له اي شيء، ما عارف انه المهم الحاصل. لكن في تحليلنا الاستخباري ان الولد ده يوم العقد بتاع اخده اي زول يعارضه او يحاول يقبضه بيحاول يشتبك معه بقدر الامكان، داير خارج نفسه عشان شنو يحضر العقد بتاع اخته. فنحن في كلامنا اولا واخيرا نقول هذا مسؤوليه الدوله، اي انسان ضاع اي انسان فقد مفقود الدوله لها اجهزه ويدها طويله يمكن ان تبحث ويمكن ان تجد اي اثر له مهما كان. فهذا الاختفاء يعني بالجد سبب لنا يعني محنه كبيره جدا جدا، لكن انا في قناعتي اللي بعرفها انه الحكومه كده ما بتدي معلومه، لأنه لو أدتك معلومة أو حددت لك مكان أنت حتعمل لهم قلق، أمشي وتعالوا، وممكن ترفع القضية إلى الأجهزة المعنية الكبرى أو مسؤولين كبار وسبب إزعاج لهم. الإجراءات في السودان ما عندنا تعريف للمختفي قصرياً،
ولا عندنا تعريف للمفقود. كل ما يتم انه بتقوم الشرطه باجراءات مشرع جنائيه بانه الشخص ده هو مفقود، ما بتبعوا تحريات ولا توصي ولا تحقيق. في القانون الجنائي السوداني اضيف بعد التعديلات 2015 باب الجرائم ضد الانسانيه الماده 186، هي كانت عباره عن مجموعه بتاعت التعاريف لجرائم دوليه، لكن ما صاحبها تعديل في قانون الاجراءات وقانون الاثبات، عشان انك تقدر تستطيع تفتح بلاغ وفق الماده 186 ان كان لاختفاء قسري او لاي واحده من الجرائم الانسانيه اللي اصلا هي جرائم ذات طبيعه خاصه واجراءاتها قاعده تكون ذات طبيعه خاصه. أنا والد وليد عثمان الإمام، كان يوم 13/1 طلع من البيت، كان في موكب بتاع الشهيد اللي اسمه الريح، فكان هو في المستشفى الدولي، كانت حكاية زي الساعة 12/11 كده. المهم سمع الجوطة ومرق كالعادة يعني اليوم ده، فمشوا تاني منها. احنا تاني طبعا ما عرفنا أي حاجة عنه ولا أي حاجة. وأول قال الأساس غاية الأساس امتحان هنا، كان قرى في الأول كان في صوبة، كنا في صوبة، ولما هو في كاملة قرى هنا دي في هنا حق محمود، المفروض السنة دي يعني كان مفروض مع الناس العايدين يمتحن، لكن سبحان الله كل حاجة يعني ما صارت أي حاجة، ما لقينا خلاص من شهر واحد كان المدارس لسه ما فتحت، ما عرفنا أي حاجة عنه. ليه الساعة قريبة 9 شهور وأنا مواصل البحث عنه، ما حصلت عنه أي خبر. مشينا فتحنا بلاغ هنا ده الاول من يوم 13، قال لي يا اخي مش اول حاجه فتش ما نفتح لك البلاغ. جه فتحه لي يوم 17 لقسم المدينه بحري هنا. يلا كان ثاني بتجينا اخبار انه هو قاعد، ناس من الشرطه ذاته كان بتقول لنا هو قاعد في الامنيه وكده، ففتنا ونفتش وما لقيناه خالص يعني، ما عرفنا اي حاجه. وكم كم مره بتجينا خبر عشان انه هو موجود، لكن احنا بنشوفه بنعرف عنه اي حاجه. كان عندنا واحد صاحبنا شغال، قال الواد ده ماسكين ناس المباحث الفرعيه بحري، قال ما تمشوا لهم برا، قال تمشوا معاهم محامي وتجيبوا وكيل، تجيبوا اذن من وكيل النيابه. مشينا جبنا اذن من وكيل النيابه والمحامي مشى، قالوا نحن ما عندنا. ثاني بعد فترة نحن برضو بعد شهر تقريبا برضو جاتنا معلومة ثانية، برضو عندنا ود قريبنا شغال برضو معهم في الحمادة، برضو قال الود ده رسل له واحد زميله يفتش، قال ماسكين ناس المباحث متحفظين عليه وهو معاه 5 أولاد ثاني. منها ثاني ما لقينا له أي خبر. بعديها ثاني أنا جيت قلت أفتش في السجون برضو، مشيت سجن دبك ثاني جاتنا معلومه، قال الواد ده من سوبه، كان في سوبه جاء 4 أيام حولوه دبك، مشينا دبك برضه قالوا ما في. قلنا عندنا انا سالته قال وده 35، لما مشينا هناك قالوا جاء 34 وسموا ولدك ده ما معه. فتنا حتى المشارح واي حته فتشناها، والمشارح بنمشي كل فتره بنمشي بنفتش ما لاقيين اي حاجه وما عارفين اي حاجه.
ثاني برضه مشيت مشرحة بشاير برضه ثلاثة مرات برضه ما بيخلوك تخش. المرة الأخيرة مشينا خشيت أنا لكن لقينا كهرباء مقطوعة من المشرحة وما بتقدر تخش المشرحة ذات. جسس ديرو ينام يتحلل وملامحها ما بتعرف أي حاجة. ثاني برضه ياهو قال له يا أخي احتمال الواد ده يكون ما مد اسمه. قلت له فتشوا لي بالصورة مشيت درمان برضه قال لي ما في. ربع ساعة ولا تلت ساعة يقولوا لك نحن الواد ده ما معانا. فيعني عايشين في رعب شديد يعني كنا يعني سبحان الله فما عرفنا اي حاجه احنا ما عرفنا اي حاجه بدينا طرف الخيط انه زول ده قاعد اول ما نمشي ونفتش حتى الزول يعني ما اكذب انا حتى الناس دي كلها جابوا لنا الاخبار دي هي منهم هم ذاتهم يعني من الشرطه من اي حته لكن ده الكلام بيختفي بيتغير حتى الزول بيكفي التليفون اللي جاب الخبر كان عندنا جماعه في كوستي فتشوا لنا في النيل الابيض في سجن بتاع الجزيره ابدا برضه ما حصلنا اياه يعني. ثاني بورسودان عندنا واتخالنا برضه شغال في الجمارك هناك برضه فتش لنا ما لقى عندنا واتخالنا برضه شغال برضه في الشرطه برضه مشى مع موري هناك برضه مشى فتش لنا سجن بورسودان قال ما في حتى الناس اللي بيطلعوهم بنمشي نسال منهم ما بقابلونا ما بدون اي خبر ما في اي تجاوب معانا ولا اي حاجه واحنا قاعدين وراهم بيقول بتفتح الباب بقول لك هاي كان في خبر من زي بتمشي بتقول لك ما في حاجه يعني عابونا شديد على اي حته احنا وصلنا ما لقينا اي حاجه منه ولا اي تجاوب معانا نعم السريع مشيت لهم في الايام الاولى هنا جنب الكوبري بتاع هنا قالوا نحن ما قاعدين نمسك ما عندنا محتقلات وقالوا قاعدين نحتقل ثاني الاستخبارات برضه مشينا العسكريه برضه فتشوا معنا مشيت برضه الغرفة بتاع الطوارئ الولاية دي وقابلنا برضه وكيل النيابة الأعلى ده برضه تكلمنا معاه هنا قال تمشوا دير المسؤولين من هنا الطوارئ الولاية قابلناهم برضه اديناهم الاسم واديناهم هنا الصورة فتشوا كده وعلى الثلاثة أيام والأربع أيام اتصل علينا قالوا ما لقينا بس البعلول بدوك لا أقول لك احتمال ولدك ده مغير اسمه قلت له انا ولدي ده ما بغير اسمه الاستاذ قال له منو بقول لك انا اسمي وليد عثمان اليوم الوقت اللي طلع فيه ده ما كان شايل معاه تلفون تلفونه خلاه في البيت وثاني الحاجة الله أرى أرقام كلها أرى أرقام أنا حافظها أرقام والدته أرقام أخوانه ديل الاثنين كلها نحافظ أرقام زي هذا الحاجة المحيرانة نحن اللي اتصل تلفون لا معروف الحاصل عليه وش فإحنا عايشين على حاسة في رعب وحتى كان عندنا حادث حصلت لينا كان في واحد بيتصل علينا لما تتصل عليه بيعمل لك نفسه زي الابكم بس يقول لك ما بديك اي اقوال الرغم انه كان بيتصل علينا على طول اكثر من 10 مرات في اليوم اتطرب لك 3-4 مرات خدنا الناس الامن عشان اعرف التليفون ده جاي من اي جهه ابو افتحوا بلاغ ابو تجاوبوا معانا كل واحد نمشي الخرطوم بيقول لنا امشي بحري بقينا حايمين كده وما عرفنا لاي حاجه وما فهمنا اي حاجه اي واحد تمشي تطلب منه حاجه يقول لك كويس خاصه الناس الكبار يطلب منه حاجه يقول لك كويس وانا اتصل عليك تليفون ثاني بيطنشك ما بيعملوا لك اي حاجه وفي واحدين زادوا انه كان اولاد مفقودين وبعد شهر شهرين لقون
تمشي لهم في بيوت تاخذ منهم معلومات محذرين وما بدوك اي معلومه. حتى انا بستغرب يعني يسالوه يقول لك له معناه زول بتاع مظاهرات ماسكينه. انا ما عارفه بتاع مظاهرات ده شنو يعني حيكون مداه شنو يعني ما هو بس يا هو الشباب ده اللي بيطلعوا بيعبروا كده وبيجوا خاشي ما اكثر من كده ولا. اي جهه نعرفه في شنو عامل شنو اصله يعني يتمسك كل الحته دي انا افهم بالضبط حاصل على شنو وين حسي هو موجود عندهم ما موجود عندهم يعني انا ما ممكن قلق الزول بيقعد منه يعني انا ما اكذب عليك اول زول بيزعل شديد يعني انا ما رب الحمد لله زول يعني شويه بيصبر وبخلي يعينه في ربنا ما الزول بيقعد كده يعني ماشي حلو عليك انت بتكون قاعد الام ما عارفه الحاصل على ولدها ده شنو هو وين هو عايش هو ميت هو هسه معذب هو وين يعني انا بس الحته دي انا كان عرفتها كان زول شويه ارتاح وكان شويه زول قلبه اطمئن. واحدة من القرارات اللي أصدرتها لجنة التحقيق حول اختفاء الأشخاص اللي كونها النائب العام هي منع دفن الجثث، وكان القرار ده بعد التحقيقات اللي جريناها في المشارح لأنه وجدنا إنه المشارح قاعد تقوم بدفن جثث مجهولي الهوية بدون اتباع البروتوكول الدولي وبدون اتباع الإجراءات القانونية، وممكن القرار ده أثار ضجة في الآونة الأخيرة وهي مزرعة تقدد الجثث. لكن ما أحب أوضحه أنه اللجنة في يوم 18/10/2020 أصدرت قرار بدفن الجثث مجهولي الهوية للأطفال حديثي الولادة وللذين يعني معلومين الحتات اللي أتوا منها زي المستشفيات السودانية. لم يقوم الطب العدلي آنذاك بتنفيذ هذا القرار. صدر قرار ثاني من اللجنة بدفن الجثث وعدد حددها وأماكنها ويعطوا مشرحة وكون لجان من الطب العدلي. كان الكلام ده في 23/1/2022 ولم يقوم الطب العدلي بتنفيذ هذا القرار. ودي كلها قرارات كانت الوقت ذاك عدد الجثث المكدسة حتى 23/1/23 لم يتعدى 300 جثة. بعد ذلك توقف عمل اللجنة، تكدست المشارح ووصل العدد لأرقام كبيرة، مما دعا أنه عضو مجلس السيادة دكتور عبد الباقي رئيس الطوارئ الصحية آنذاك أنه يقوم بتشكيل لجنة لدفن الجثث وتفريغ مشارح ولاية الخرطوم. واللجنة في بداية تشكيلها تخطط لجنة التحقيق حول اختفاء الأشخاص وأسر المفقودين والمنظمات المجتمع الدولي العاملة المدني العاملة في القضية دي من زي مبادرة مفقود. اللجنة تحديدا كان لديها تحفظات على هذه اللجنة، لجنة التحقيق حول اختفاء الأشخاص. التحفظات كانت أنه العمل ده هو عمل قامت به اللجنة وهي قطعت فيه شوط كبير، مفترض هي اللي تقوم تتولى
عمل التفريغ بتاع المشارح. السبب الثاني اللجنة بما توصلت له من تحقيقات داخل المشارح كان لديها يقين انه مجموعة الطب العدلي الحالية هي غير جديرة بانها هي تتولى مسألة اعادة تشريح الجثث وكتابة التقارير حولها لأسباب كثيرة جدا علمتها من التحقيق. التحفزات دي هي ممكن يكون نفس رأي اللجنة، هو كان رأي الأسر وكان رأي المبادرة وكان رأي التجمع اللي حصل الحملة الأخيرة اللي هي حملة دفن بلا عدالة ضياع للمفقودين، واللي هي عملت حملة كبيرة جدا كان نتيجة لها أنه تم إيقاف الدفن بتاع الجثث وتفريغ المشارح إلى حين إشعار آخر. نحن بنفتكر أنه نحن ما كنا بنطالب بعملية وقف للدفن، إنما كنا بنطالب بأنه عملية الدفن تتم تحت إشراف اللجنة وفنيا تحت إشراف فريق دولي متخصص. وممكن يكون طرحنا الفريق الأرجنتيني لصلتنا به كلجنة ولما بدأوا من عمل داخل المشارح وداخل السودان واطلاعوا على المعمل الجنائي على الجامعات السودانية، كل الأماكن اللي ممكن يعتمد عليها في عمله. هو عنده عمل على دراسة وعرف إنه هو كيف إنه يقدر يتعامل مع هذه القضية. لكن حتى هذا نحن لا يعني لا نمانع إنه يكون هنالك فريق دولي متخصص لكي يعني تطلع نتائج تكون مرضية لأسر المفقودين وللمجتمع المدني وللشعب السوداني. عملنا في الله كبير أنه هذا الولد يسهر بعد هذه الفترة أو هذه المدة التي قضاها لم تكون مدة بالقصيرة أبداً، 10 شهور و16 يوم كثيرة جداً جداً. إذا كنا نتناشد كان في أي ناس من وقت الشرطة من أي حاجة ماسكينه ورونه ماسكينه أشوفه بس يعتمئن عليه أشوف الحاصل شنو، في حاجة تانية وروني يعني ما في حاجة بعيدة على الله، يعني إذا بتقابل أي حاجة أعرف أنا بس ولدي ده وين بس، يعني ما أكون مجهجها كده هم ماسكينه وروني ماسكينه ما ماسكينه حصلت أي حاجة كلها أقدار لله والواحد ما يعني هنا أي حاجة مكتوبة يعني الزول يعرف الحاصل شنو، ما أقعد أنا كده يعني الزول قاعدة دي يعني حاجة سبحان الله عليها يعني. Thank you.
فلحد اليوم بنبحث يعني عن محمد، والله افتقدناه كتير، وحتى اخوانه واخواته. البنت صغيرة بتديني التليفون بتقول لي بابا اضرب لي محمد، يعني كان متعلق بها شديد، اضرب لي محمد خليه ويجي. فلحد اللحظة دي يعني احنا بس دارين نعرف انه محمد ده سبب الاختفاء ده شنو بالذات، يعني حتى انه بس مشى الموكب ولا حاجة تانية ولا في شنو، ده ما قدرنا نعرف يعني. انه ولد مطيع وبار، وانا عافية ورضيان عليه، عافية ورضيان عليه، ومحل ما كان يا رب تحفظه ووضحته لي الله التي لا تضيع ودايعه، وضحته لي الله التي لا تضيع ودايعه، الحمد لله. ده الحاجة حد لغاية أنا ما عارف، لا عارف إن خبر منه ولا أي خبر، ما عارف إنه حي ميت ما معروف. محمد طبعاً كان ممتحن للشهادة السنة دي، امبارح طبعاً لما أنا شفت الأولاد الناجحين والما ناجحين كلهم جايين من المدارس شايلين بيشوفوا نتائجهم في التلفونات، أنا مثل اليوم كله ببكي. أنا دايرة أعرف أولاد قصر زي دين يعني ماسكنهم ولا شنو؟ دل ما بيعرفوا مسؤولية روحهم، خلي مسؤولية الدولة ولا كان. وحتى بيقعد في الكرسي ده، يعني أنا هسي بستغرب إنه الناس دي بتطلع بتمشي المظاهرات، قتل أولاد الناس بسبب الكرسي ده. يا أخي ما يقعد فوق الدار يقعد فيه يا أخي.